يعني عايز اذكر اختي مريم الزكراوي في ديداليها، يعني صديقة عزيزة من المغرب، اخوكم ابراهيم المصري. عايز بس اتكلم في كلمة بسيطة قوي، هو الماتش كلها كام ساعة وهيشتغل بامر الله، فاحنا عاوزين محبتنا تفضل زي ما هي ونشجع بعض، واحنا كمصريين بنعشق حاجة اسمها المغرب، اخواتنا واهلنا وناسنا وربنا اللي يعلم. انتوا بلدنا التانية، المغرب دي بلدنا التانية والله العظيم، وبرضه مصر بلدكم التانية، واحنا عارفين انتوا بتحبونا قد ايه، واحنا بربنا اللي يعلم بنحبكم قد ايه والله. عايزين الماتش ده يعدي على خير ونشجع بعضنا ونفضل محبتنا في محبة بعض، ونفضل رباط كده اليوم الدين، يا رب كده نفضل حبايب لاخر يوم عمرنا. وده ماتش كرة هتخلص يعني ساعتين ولا ساعة ونص هيخلصوا، عايزين محبتنا دي تفضل زي ما هي. مصر كسبت، المغرب كسبت، الاتنين واحد بالنسبة لنا والله، والله الاتنين واحد بالنسبة لنا، المغرب كسبت إذا كان مصر واحد. عايزين نشجع بعض لغاية ما نوصل للكاس بأمر الله. المغرب وصلت، احنا برضه هنشجعها، مصر وصلت احنا هنشجعها برضه، واحنا مع بعضنا واحنا أهل، عايزين نفضل حبايب كده وأهل يا رب. واحنا ربنا اللي يعلم بنحبكم قد ايه، تاني مرة والله العظيم احنا بنحبكم، ربنا اللي يعلم بنحبكم قد ايه، وربنا يا رب يديم المحبة ما بيننا يا رب يا رب يا رب، يكون الكاس من نصيبنا احنا او المغرب واحد، والله العظيم واحد، احنا هنشجع بعض بامر الله والكاس هيكون من نصيبنا يا رب، اذا كان المغرب او مصر. السلام عليكم.